في من أوزبكستان، والكلمة الآن للسيد المطيري ممثل عن منظمة العمل العربية. طيري. السيد رئيس المؤتمر، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة المشاركون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتقدم بداية بأصدق التهاني للمملكة المغربية لترأسها الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي، والذي يعد فخرا لنا وللمجموعة العربية. كما أهنئ هيئة مكتب المؤتمر وممثلي الفرق واللجان على نيلهم الثقة، وأثني على ما جاء في تقرير السيد غاي رايدر لهذه الدورة، العمل في زمن كوفيد، والذي يضع خارطة الطريق لتصحيح المسار نحو أهداف التنمية المستدامة 2030، وأن منظمة العمل العربية تؤيد مشروع الوثيقة الختامية للمؤتمر بعنوان نداء عالمي من أجل اتخاذ إجراءات رامية إلى تحقيق انتعاش متمحور حول الإنسان للخروج من أزمة كوفيد-19. سيدات والسادة، إن انعقاد مؤتمر العمل الدولي وللمرة الأولى افتراضياً ينبئ عن مدى عمق تداعيات جائحة كوفيد التي أوجدت واقعاً جديداً مقايراً وأرست أنماطاً غير تقليدية للتواصل مبنية على التباعد الاجتماعي، والتي كان ثمنها باهظاً على المنشآت الاقتصادية ومعظم قطاعات العمل وشرائح عريضة من الطبقة العاملة. كما أثمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولنا أثناء هذه الجائحة لتخفيف تداعيات الأزمة، فقد تحولت هذه الأزمة الصحية في وقت قصير إلى أزمة اجتماعية واقتصادية وإنسانية، فكشفت النقائص الهيكلية في النظم الصحية والبنية التحتية التكنولوجية ومنظومة الحماية الاجتماعية. فالمرحلة القادمة نحو التعافي تتطلب منا إجراءات تحولات مبتكرة في السياسات لتحديد الأولويات الأساسية للتحول نحو أنظمة اجتماعية واقتصادية جديدة لإعادة البناء وتصويب المسار نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. سيدات والسادة، حرصت منظمة العمل العربية على الاستجابة السريعة والتفكير في آليات عمل تتناسب مع تداعيات الأزمة وضمان استمرار المنظمة في تنفيذ مهامها والقيام بمسؤولياتها واستمرار أنشطتها وخدماتها في رسالتها القومية والاجتماعية لخدمة أطراف الإنتاج الثلاثة وتقديم الدعم والمشورة والمساندة لهم. فعقدنا العديد من الندوات التفاعلية عبر المنصات الإلكترونية، وأصدرنا العديد من الدراسات والتقارير التي ترصد الواقع الراهن الذي فرضته الجائحة وسبل الاستجابة والتأهب لها. اسمحوا لي من خلال مؤتمركم الموقر باسمي وباسم أطراف الإنتاج الثلاثة أن أدين الممارسات التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد شعبنا في فلسطين، والحملة الشرسة الأخيرة التي شنتها قوات الاحتلال لطرد السكان الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة. كما نؤكد دعمنا الدائم والكامل لصمود الشعب الفلسطيني وحقه في استرداد حقوقه الإنسانية المشروعة. وهنا أجدد دعوتي لمنظمة العمل الدولية وأطراف الإنتاج الثلاثة في العالم لعقد مؤتمر للمانحين لدعم الصندوق الوطني الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية بالتنسيق مع منظمة العمل العربية. ختاماً، أتمنى لأعمال هذا المؤتمر كل النجاح والتوفيق. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكراً سيد المدير العام للمنظمة العربية للشغل. And now